بعد أن نقفل الباب على أنفسنا فيما يرتبط بمعرفة ذات الله عز وجل، لا بد أن نعرف صفات الله فيما يرتبط بنا وإن كانت مختلفة. يعني أنا عالم، هنالك معلوم وقع علمي عليه، أنت جالس أمامي فعرفت أنك موجود، فعلمي إنما هو بوجودك لأنك موجود، لكن الله عالم إذ لا معلوم. أنت قادر أن ترفع ثقلا مثلا لأنك ترفعه، الله قادر إذ لا مقدور، الله رب إذ لا مربوب. كيف يكون؟ أقول لك لا أعرف، لكن صفات الله عز وجل تختلف عن صفاتنا. الله غير، الله مختلف. وظيفة الأنبياء تدور في ثلاثة أمور: الأمر الأول الإيمان بالله عز وجل، والأمر الثاني يعني معرفة الله عز وجل، والأمر الثاني معرفة الأنبياء وما جاءوا به، والأمر الثالث إطاعة الله. هذا المطلوب من عبد، أكثر من هذا مو مطلوب. يعني أن تحاول أن تعرف الله وأن تستوعبه بعقلك أو بخيالك أو بظنك أو بوهمك، هذا لا يوصلك إلى الحقيقة وإنما يبعدك عن الحقيقة.